مساء الخير وأهلا وسهلا بكم مجددا في حلقة جديدة ببرنامجكم الاقتصادي والاجتماعي المؤشر. طبعا حلقة الليلة سنتناول فيها أزمة المصارف اللبنانية وأزمة الودائع الأردنيين في هذه المصارف التي يقدرها البعض بأنها تصل إلى 1,600,000,000,000 دولار. ما بعرف الأرقام دقيقة أم لا، لكن يعني قبل أن يعني ندخل في صلب الحلقة وارحب بضيوفي الكرام، لابد من كلاشي محلي نحكي فيه شوي عن قضية محلية، وهي قصة قرار الحكومة اللي ماضي الحمد لله قدما في فتح القطاعات وإلغاء الحظر الجزئي والشامل اعتبارا من بداية الشهر القادم، لكن على طريقتها. يعني سبحان الله ما في شيء بيكمل. الحكومة قررت أن تفتح لكنها أيضا أعدت أسلحتها الكاملة وسنت سنانها مثل ما بيحكوا لتصعيد العقوبات والغرامات على مخالفي أوامر الدفاع أو قانون الدفاع. وأنا بصراحة ما بعرف ليش، يعني مدام إحنا بدنا نرجع للحياة الطبيعية في 1/9، ما هو مبرر الاستمرار في تطبيق قانون الدفاع؟ وأنا من هنا أطالب رئيس الوزراء أن يأخذ قرار شجاع برفع هذا القانون اللي أقرته، وهو قانون غير مسبوق طبعا وغير معمول فيه بكل الدول، وكان يكفي قانون الصحة والقوانين المرعية وهي شديدة أيضا. أن طبعا أقرت الحكومة السابقة يعني هو ابتكار، لكن عمل فيه وأدى غرضه. أيضا بدلا من تخفيف الإجراءات، الحكومة تتجه إلى تشكيل مزيد من لجان الرقابة. يعني اليوم كل وزارة لها لجنة خاصة بها تجول وتصول على المحال التجارية والمطاعم والفنادق والمنشآت وحتى المواطنين في أماكن تواجدهم. ما ظل غير يمكن وزارة الثقافة ووزارة الأوقاف ما عندهم لجان، لكن ومؤخرا وزارة الداخلية نفضت الغبار عن لجنة المحافظة الأمنية اللي مهمتها طبعا تجوال ليلا على الفنادق والمطاعم. ما بعرف شو الهدف، مع أنه في قرار مجلس الوزراء السابق بإلغاء كل هاي اللجان وتوحيدها في لجنة هي لجنة السياحة فقط. ما بعرف ليش عم نرجع إلى الخلف في هذا الموضوع. هل القصة قصة جباية؟ أدى قانون الدفاع أغرضه طبعا. الحكومة مشكورة لم ترفع الضرائب لهذه السنة، لكن لأنه في ضرائب مبتكرة أوجدها وباء كورونا، فبالتالي هي كافية بالنسبة للحكومة لتحقيق إيرادات. الحكومة نادمة أنها بتفتح القطاعات، ما بعرف يمكن خلينا نشوف بعد 1/9 شو بصير، وهل سيكون هناك تخفيف من إجراءات أم مزيد من التضييق. طبعا أرحب هذا المساء بالدكتور عدل قندح الخبير المالي والمصرفي والاقتصادي للحديث عن هذا الموضوع، وسيكون معي من لبنان عبر الهاتف. طبعا عبر الهاتف ليش؟ لأنه خايفين، يعني الله يعين الأخوة اللبنانيين، خايفين يعني يؤدي انقطاع الكهرباء المفاجئ هناك وهو المستمر إلى انقطاع الاتصال عبر الانترنت أو الزوم أو السكايب أو كل أنواع الاتصالات الفيديو. فلذلك يعني وأيضا لابد أن ننوه أن الأردن سيزود لبنان بالكهرباء قريبا جدا عبر سوريا، طبعا بمكرمة من جلالة الملك عبدالله الثاني حفظه الله. ضيوفي من لبنان الخبير والباحث الاقتصادي دكتور جاسم حجاءة، هو خبير مصرفي أيضا ومالي، وأيضا خبير مصرفي دكتور إلي الزوين سيكونان معي على الهاتف. دكتور عدلي أهلا وسهلا بك، مساء الخير. يا هلا، مساء الخير أستاذ عصام. يا هلا، الصحة منيحة؟ الحمد لله تمام. تعطينا إطلاع على أزمة المصارف اللبنانية دكتور؟ يسلم. يعني كيف بدأت وشو تركيبتها؟ يعني لحد الآن الناس يعني بيسألوا إنه طب شو اللي صار في المصارف؟ نعم، ماذا حدث؟ شكرا جزيلا أستاذ عصام على الاستضافة. الأزمة طبعا اللبنانية أو الأزمة المالية والاقتصادية في لبنان هي أزمة معقدة مركبة، أصلها بأنه في عندنا عجز في الموازنة العامة للدولة نتيجة نقص في الإيرادات، تراجع في الإيرادات نتيجة ضعف في النظام الضريبي، الوعاء الضريبي مش واسع، فبالتالي في عندنا شح في الإيرادات.
شح الإيرادات بيعني راح يكون في عندنا عجز في الموازنة العامة للدولة. هذا العجز سيرتب على الدولة أنها تقترض، والاقتراض عادة بيكون إما اقتراض داخلي من خلال البنوك والمصارف، أو من خلال اقتراض الخارجي من خلال المصارف والمؤسسات والحكومات الخارجية. طبعا لما بيصير في عنا استمرار في العجز وتفاقم في العجز بيصير في عنا ممكن عدم قدرة على السداد، وبالتالي إفلاس في خزينة الدولة، وهذا الإفلاس بينعكس على أنه الدولة مش راح تسدد القروض اللي أخذتها من البنوك. لما بنحكي عن البنوك بنحكي عن نصف موجودات البنوك في لبنان هي عبارة عن سندات خزينة للحكومة اللبنانية، مما يعني أنه أي عجز في السداد سينعكس على إيرادات وعلى أرباح البنوك، وبالتالي على السيولة الموجودة في الجهاز المصرفي. وهذا ما حصل. اللي حصل أنه أعلنت الحكومة اللبنانية في نهاية أو في شهر 3 أعتقد 2020 بأنها لا تستطيع تسديد الديون الخارجية، مما ترتب على أنه فرض قيود على حركة الرساميل وحركة العملات الأجنبية الخارجية للبنان، ووضع قيود على السحوبات من الودائع وخاصة بالعملات الأجنبية في البنوك اللبنانية. وهذا فاقم الأزمة طبعا، صار في شح في السيولة، صار في تفاقم في الأزمة، ارتفعت المديونية بشكل كبير، عبء المديونية أيضا هو كبير، يتجاوز 40% من حجم الموازنة العامة للدولة في لبنان. كل هذا طبعا فاقم الأمر، وانتقلت الأزمة من أزمة مالية عامة مديونية وغيرها إلى أزمة كمان فيش عندنا عملات أجنبية، فيش عملات، صار في ضغط على العملات الأجنبية، لأنه المصرف لبنان اللي هو البنك المركزي وضع قيود وبده يحتفظ في جزء من الاحتياطيات حتى يدافع عن سعر الصرف اللي انهار طبعا سعر الصرف بشكل كبير، يعني فقدت العملة اللبنانية سعرها بشكل أكثر من 10 أضعاف. كان سعر الصرف للليرة اللبنانية 1500 ليرة لكل دولار، بالسوق حاليا تتجاوز 22,000 ليرة لبنانية لكل دولار، وإن كان السعر الرسمي يمكن 3,000 أو إشي زي هيك. انتقلت إلى أزمة ميزان مدفوعات، انتقلت إلى أزمة في النظام المصرفي إلى آخره، تداخلت الأمور مع بعض، أصبحت الأزمة مركبة ومعقدة مثل كرة الثلج. نعم. طب دكتور، الأردنيين عدد كبير منهم أغرتهم أسعار الفائدة على الدولار، أول شيء يعني اللي وصلت 12% يمكن على الدولار، وهذا شيء غير مسبوق وأكثر. يعني وغير موجود وغير معمول فيه بأي من الاقتصادات العربية والعالمية. يعني ما بعرف برأيك أنت ليش البنوك اللبنانية أعطت هذا السعر العالي على الدولار؟ يا سيدي كان في زي ما حكينا في شح في يعني لا قبل الأزمة، قبل الأزمة هي الأزمة يعني تراكمية ومتسلسلة، وفي طبعا الجهات الرسمية الدولية، البنك الدولي، صندوق النقد الدولي كانوا يراقبوا الأوضاع، وكان في مؤشرات بتشير لأنه حركة التدفقات في العملات الأجنبية لداخل لبنان عم بتخف، وبالعكس عم بتصير في تدفقات خارجية، وهذا مؤشر إلى أنه راح يصير في عندنا شح في السيولة وشح في العملات الأجنبية. وبالتالي البنوك اللبنانية كانت ترفع سعر الفائدة بهدف استقطاب، طبعا بعد ما يكون في رفع الدولار من خلال المصرف لبنان كمؤشر، رفعت أسعار الفائدة حتى تستقطب ودائع من مختلف دول العالم بالعملات الأجنبية، وهذا اللي حصل، لأنه الناس بتبحث طبعا عن عائد مرتفع حتى وقعت في فخ الدولار. يعني بالضبط، الدولار هم بلبنان ما في مشكلة دولار، الدولار أصلا التعامل بالدولار هناك شيء طبيعي، يعني غالبية ودائعهم بالدولار، وبالتالي لا يوجد إنه مشكلة، مش زي الوضع في الأردن. يعني عندنا الأردن التعامل بكل الحركات والترانزاكشنز في الأردن. طيب قبل ما أنتقل لضيفي بسألك سؤال دكتور. نعم. يعني الحكي عن 1,600,000,000 أو أقل، هذا الرقم أو أكثر اللي بيحكوا عنه وغير مؤكد الرقم. نعم. بس واضح إنه في مبالغ طائلة جدا. نعم. لموضوعين أردنيين في لبنان مؤخرا. نعم. رجل الأعمال طالب وزارة رفع دعوة وله. نعم. ودائع كبيرة هناك. طب يعني لماذا يتجه الأردنيين إلى مصارف يعني الإيداع فيها
عالي المخاطر، بينما في الأردن مصارف رزينة قوية مضمونة مأمونة. بعرف أنه الريسك كل واحد بتحمل مخاطره، لكن يعني لم يكن مفاجئ لك هذا الرقم؟ يعني شوف، هو يعني دائما الإنسان بيبحث عن العائد المرتفع، وعادة العائد المرتفع مرتبط في المخاطر، في ارتفاع المخاطر، يعني هاي ريسك هاي ريتيرن. فبالتالي يعني بصير في الشخص يبحث، وهذا قرار فردي طبعا، بانه انا بدي يعني عائد اعلى على الودائع تاعتي او على الاستثمارات، لانه هاي تعتبر استثمارات، نوع من الاستثمارات. وبالتالي هي قرارات فرديه اخذت من قبل هذا. هلا ممكن تكون يعني اللي اخذوها بناء على النصائح من ناس، من زملاء اصدقاء الى اخره، او اي بس رقم كبير على اي حال، رقم ضخم. نعم ضخم. نعم. ولكن هي بناء على، انا بعتقد انه قرار فردي، ولكن هذا لا يعفي من انه احنا نعرف شو ممكن نعمل. طيب انا بدي ارحب بالخبير المصرفي الدكتور إلي زوين من لبنان في اتصال هاتفي. مساء الخير دكتور. مساء الخير. مساء النور. الله يعطيك العافيه. الله يعافيك. سيدي، احنا عم نتناول في هذا البرنامج أزمة الأزمة المالية والاقتصادية في لبنان، لكن تحديدا أزمة المصارف اللبنانية. واضح انه الأزمة او تداعياتها ما 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 فقط شمل اللبنانيين، هناك موضوعين عرب ومنهم أردنيين بمبالغ كبيرة. احنا الارقام التقديريه عندنا بتحكي عن مليار و600 مليون دولار للاردنيين وحدهم هناك، طبعا عدا عن ودائع العربيه. شو يعني برايك ما هي افاق الازمه؟ الى اين ستصل؟ وكيف يعني ممكن تداركها؟ يعني تفضل سيدي. اولا اكيد بشكركم لاستضافتي للبرنامج تبعكم، وبشكر الأردنية الأولى A1 TV لاستضافتي. وهلأ عم بتسمع هلأ على الدكتور اللي عم تحاور انت وياه، دكتور عدلي قندح. نعم أوكي. دونك هلأ بالنسبة للبنان، الوضع الاقتصادي أكيد مثل ما كنا بنعرف، مثل انتم بتعرفوا، يعني لا يحسد عليها أبدا أبدا أبدا. هلا مش عم فوت بالتفاصيل شو وصلنا لهوني، بس هلا بهمنا نحن الشق النقدي والمصرفي بعتاد اللي هو نعم موضوع نعم الحوار نعم نحن نعم نعم. هلا بسرعه راح وصف الوضع بسرعه عن الاسيتس ليابيليتيز تبع المصارف والفجوه الموجوده، مشان تنبين انه حقيقه الوضع المصرفي والقطاع المصرفي في لبنان كثير يعني ما في نقول انه يحصد عليه ابدا. تفضل. نعم. بالنسبه للشق النقدي والمصرفي، يعني القطاع المصرفي فقط، الديون حسب الارقام اللي عندي اياها، ديون القطاع المصرفي هي 120 مليار دولار بالعمله الاجنبيه. نعم. هي موزعه بين سندات اليورو بوند والودائع في المصارف، اكيد بالعمله الاجنبيه. يعني هاي الدين القطاع المصرفي بالنسبه للخارج. بينما الأسس تبعه الموجودات تبعه هي 40 مليار دولار فقط، موزع بين 15 مليار دولار كاحتياطي مصرف لبنان، 16 مليار دولار الذهب، وموجودات المصارف اللبنانية برا في الخارج، وموجودات مصرف لبنان في الخارج. نعم. هلي مجموعهم كلهم 40 مليار دولار. يعني انت من وراء هالرقمين في صار في جاب، في فجوة كبيرة، هل بتتراوح بين 70 و80 مليار دولار على القطاع المصرفي بالنسبه اللي بالدولار عنا. نعم مش نعم بالعمله الاجنبيه. مفهوم. نعم. هلا لانه كلنا بنعرف انه مصر المصارف المركزيه ما بتفلس والدول ما بتفلس، بس كمان ما عندنا هالديون بالعمله الاجنبيه اكثر من قدرتنا نحن على تسديدها، وهيدي الفجوة طالما موجودة رح ضل تستمر الليرة اللبنانية بانهيار. نعم. وطالما هالفجوة ما بتخفي أو ما بتسخن مثل ما بقولوا، هالفجوة موجودة، ما بقى فيه ما حدا رح من الخارج رح يتشجع يستثمر بالبلد، والاقتصاد اللبناني رح يستمر على الانهيار
طالما ما في ثقة، ما في ثقة لا من داخل ولا من خارج الاقتصاد. طبعا دكتور يعني اليوم ما فيش تدفقات تقضية خارجية، يعني لا في سياحة ولا في يعني استثمار ولا في شيء، لكن مش هذا سؤالي. يعني قبل الأزمة كانت كل المؤسسات الدولية من فيها صندوق النقد الدولي بيعطي انذارات مبكرة، يعني كان يعطي تحليل في تقاريره للوضع في لبنان وينبه. مش عم بسمعك مي عفوا، مش بقول عم بسمعك. عم بحكي انه كان المؤسسات الدولية قبل الأزمة تنبه وتعطي إشارات عن الوضع المالي والاقتصادي في لبنان، وكانت تعطي انذارات مبكرة تقريبا، أنه مؤشرات. أين كان البنك المركزي أو مصرف لبنان المركزي من هذه الانذارات؟ وهل لديه انذار مبكر قادر على قراءة المخاطر في المستقبل؟ هلأ إذا نرجع يعني بدك تقول أنه المخاطر بلشت قبل تقريبا أوائل 2019، يعني كان القطاع المصرفي كان في عجز من القطاع المصرفي، يعني بدأ كان مثل ما بقول يطلع من المصارف مصاري أكثر ما يفوت على المصارف بالنسبة للخارج. نعم نعم. دونك كان نت فورين أسيت تبعه نيجاتيف، صار نيجاتيف. أوكي سو بلش هيدا الوضع، هيدا بلش من أوائل حتى من 2011 تنقول. نعم. بس أكثر شيء زاد من 2019 ل 2020. اوكي دونك يعني المؤشرات كانت تدل كلها انه نحن رح نوصل لمحل لازمه كبيره، ازمه مصرفيه كبيره في لبنان. بس معلش بدي ارجع شوي على 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 الميزانيه المصرف لبنان اللي كثير بتبين انه مصرف لبنان صار عنده خساره قويه تقريبا حوالي 50 مليار دولار خساره بالنسبة للكابيتال اكاونت تبعه. نعم. بس بسرعة اليوم صايرة المصرف لبنان عمل خلق صيرفة سميها صيرفة ريت، بيكون الدولار بالسوق 12,000 ليرة بين نعم. المصارف وبين المصرف لبنان والمصارف، بين الموردين وبين المصدرين مع المصارف تبعهم، والعلاقة بين مصرف لبنان والمصارف بحسب دولار 12,000 ليرة، مع العلم انه اليوم دولار بالسوق 20,000 ليرة و 22 اليوم يمكن نزل شوية 19,000 ليرة. هلأ الخسارة مصرف لبنان في حال بدنا نرجع نحتسب الأسس ليابيتي تبعه على أساس صايرة فريق 12,000 ليرة خسارته 52 مليار دولار، هل هي اليوم معناتها دبل جي دي بي تبع لبنان. دونك نعم. هيدي دونك اللي مهم كثير. دونك اول شيء هنا انه سيوله المصارف السلبيه اليوم من ذؤاب 2019 حتى اليوم. نعم. اوكي وخساره مصرف لبنان يعني اذا 50 مليار دولار في حال بدنا نرجع نحتسب الدولار حسب صيرفه، مش عم نحكي عم نحتسبها نعم. حسب سعر السوق الاسود. نعم نعم. وبعدين مهم كتير زيادة حجم الكتلة النقدية اللي من 2019 لل 2021 زادت ثلاث مرات الكتلة النقدية اللي بتزيد معناتها التضخم يعني. صحيح. نعم. غير وهلا جاي تضخم جديد عالمي، فالله يعين لبنان يعني. الله يعين لبنان، عم نحكي نعم. منطقي نعم. والله يعين. هلا كمان في شغلة مهمة، نحن عم نفكر كعطول بالمودعين، نفكر مش كل العالم مودع، في المودعين وفي غير المودعين. نعم. في المواطن العادي اللي ما معه مصاري بالبنوك كمان هيدا عم يتأثر أكثر من المودع، لأنه اليوم عم يجرب مصرف لبنان يدير أزمة المصرفية ويحاطط بأنه هو بس الأزمة المصرفية هي مربوطة منه المودع مربوط فيها، بينما انفاكت هي أزمة عامة. نعم. هي أزمة عامة. نعم. طيب دكتور، هل يعني منح المصارف اللبنانية أسعار فائدة على الدولار عالية وصلت ل 10-12% كان مبرر؟ حتى وصلت ل 18 وقت 18 كان، هل كان مبرر؟ الهندسة المالية اللي تبع مصرف لبنان. نعم. كان مبرر هذا الكلام؟ مبرر؟ لا أبدا. نعم. من الأساس تثبيت سعر اللبناني على الدولار على 2500 أكبر جريمة عملت بالنسبة للسياسة النقدية في لبنان، جريمة كبرى.
بس لماذا يغفل البنك المركزي هذه المخاطر؟ يعني بس مش عم بسمع منيح. لا ليش البنك المركزي مصرف لبنان المركزي اغفل هاي المخاطر؟ هي مخاطر رفع الفائده على الدولار السعر المرتفع اللي كانت البنوك اللبنانيه تعطيه للمودعين. هيدا مش قصه ليش قصه هو بده يوصل وضع الاقتصاد اللبناني لهون. هيدي اخطبوط الفساد. يعني كاني انا فهمت من كلامك انها مؤامره. يعني هي مؤامره اكيد. هلا نحن على طول بقولوا اكيد مؤامره وبعدنا ان شاء الله يكون بعدنا بتصرنا اخر الطريق. مش عم نعمل ما بدي احكي سياسي بس عم نحكي اليوم الوضع اللي نحن عايشينه في لبنان اليوم من اكبر انا برايي من اخطر ازمه مرق فيها بالتاريخ الدول. يعني اين نهايه الطريق؟ لوين بده يعني لنفرض جدلا انه هاي مؤامره مرتبه من 2011 للوصول في لبنان والاقتصاد اللبناني الى ما وصل. مؤامره انا برايي من 1990. لا طيب لا اين يعني ما الهدف مسميه اخطبوط الفساد اللي كان في قرصنه على لبنان. اربع انواع قرصنه على طول بقول انا: القرصنه النقديه، القرصنه الماليه، القرصنه العقاريه، والقرصنه اخر قرصنه. يعني للوصول بلبنان الى ماذا؟ للوصول بلبنان الى ماذا؟ يعني ايش الهدف؟ لتغيير وجه لبنان الحضاري نعم والاقتصادي والوجود لبنان ما تنسى مركز اقتصادي مهم، كان مركز مصرفي مهم. صحيح. باريس العرب صلة تواصل بين الغرب والشرق. يعني هلا عم يديرونا بس صوب الشرق، مع انه نحن بدنا نضل صلة تواصل بين، مناش ضد الشرق مناش ضد الغرب بالضبط. حوض البحر الابيض المتوسط. طيب انا بس ما بدي اخذ وقتك كثير. سؤال اخير عن ودائع العرب وخصوصا الاردنيين في المصارف اللبنانيه، هل هناك افق يعني الحل؟ في مفاوضات، في كلام اللي على الاقل استاذنا عفوا ليش استاذنا الكبير ليش من كل عالك المصريين بعدهم وين تبخروا؟ كانوا موجودين ما بعرف تبخروا وين موجودين. مش عم خوفكم، الفلوس يعني وين موجودين؟ يعني كمان انا وقعت بالغلطه كلنا سوا. نعم. كلنا وانا بالغلطه. نعم. انا برايي بمحل معين الودائع في المصارف ودائع يعني قبل 2019 انا برايي في كثير من هالودائع غير موجوده تبخرت. انا هذا رايي. ان شاء الله زميلنا معك بالاستوديو كمان يكون موافق معي ما بعرف. طيب اشكرك الخبير المصرفي دكتور إيلي زوين، شكرا، كنت معي من لبنان. شكرا. خلينا اياك شو رايك دكتور؟ كلام خطير جدا. يعني انا ليست لدي اي معلومات عن وضع الودائع وعن هل الودائع تبخرت ام لا. يمكن موجوده يعني في مكان ما. يعني شوف، هناك في تطمينات، يعني انا قرات تطمينات وسمعت تطمينات من قبل الجهات الرسميه في لبنان، ومن قبل اتحاد المصارف العربيه ايضا كان له تصريحات بانه الودائع موجوده. في أزمة بتمر فيها الدولة اللبنانية، وبالتالي هناك قيود على حركة الودائع. اليوم كنت على تواصل مع أحد المودعين اللي لهم ودائع في لبنان في بيروت، بيحكي لي أنه يعني في شوية تخفيف على القيود، سمحوا لهم بأنه يسحبوا جزء من الودائع بس يعني مش بالدولار، مبالغ بده يحولها بالنهايه الى الليره اللبنانيه. يعني ال1000 دولار بيصير 80 دولار. لا شك انها فيها خسائر، هاي الشغله خسائر كبيره لا شك، شيء طبيعي، خسائر كبيره جدا. وبالتالي يعني اللي عنده مليون بده ياخذ 8000 دولار او 80000 دولار اذا سحبهم كاملين. فبالتالي فبالتالي لا شك انها هي ازمه كبيره، وأزمة يعني لم تمر، يعني وصفها البنك الدولي بأنها ثالث أكبر أزمة. هلا أنا عندي شغلة بدي أسألها للضيف المقبل على موضوع كيف تتعامل البنوك اللبنانية مع المودعين، وعلى أي أنواع من التعهدات بيوقعوهم مقابل تقديم خدمة.
وموضوع اللحلحة يبدو أنه لا يعني يمكن يعني هناك مودعين يعني ما في مودع بقد ربع فلوسه يعني. لا أكيد مش هو ربع فلوسه يعني هم يعني إذا كان عندك وديعة ضخمة تصل إلى مليون دولار مثلا يمكن يسمحوا لك تأخذ لك $50,000 أو شيء زي هيك. لكن أنا يعني هذا الموضوع شائك ومعقد طبعا. طب هل تعتقد أنه يعني يجب أن يتحرك البنك المركزي الأردني باتجاه ما ولا لا يعني هذا ريسك تحملوه الأفراد وكذا. من ناحية رسمية شوف إحنا في لدينا أول شيء خلينا نحكي يعني هل تشجع علاقاتنا مع لبنان علاقة ممتازة نعم. من ناحية سياسية ومن ناحية اقتصادية في يعني اتفاقيات مشتركة وتعاون وعلاقة ممتازة زي علاقاتنا مع باقي الدول العربية وكان آخرها طبعا المبادرة التي تقدم فيها وتقدم جلالة الملك وبعث طيارة مساعدات للبنان واستضافة المرضى وإلى آخره. قرار الاستثمار كان قرار فردي ما لهش علاقة بالجهة الرسمية. أنا بتناولها من أي ناحية. من ناحية. لكن هذا لا يعني يعني في عنا اتفاقية حماية استثمار مثلا مع لبنان وقعت سنة 2011. عادة لما بصير في أزمة يعني مستعصية زي هيك تحل وديا يفترض. لكن إذا اضطرت وبعض الجهات معينة أو خلينا نحكي المودعين نفسهم يلجأوا للقضاء مثلا هذا بده يكون قرار فردي. عارف كيف البنك المركزي هون ما يهم البنك المركزي الأردني إن سلامة البنوك اللبنانية في الأردن. إحنا عندنا كان فرعين أو بنكين بنك تم حاليا نعم. تم دمجه مع كابيتال بنك وبنك ثاني موجود مفصول كل عمليات مفصولة عن ما يحصل في لبنان نعم. لذلك ما, ما 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 تقوم به هاي البنوك داخل الأردن مراقبة من قبل البنك المركزي الأردني تخضع لقوانينه طبعا نعم. لكن هناك اتفاقيات زي ما حكينا وبيننا وبين لبنان وممكن يصير في تواصل حول هذا الموضوع. لكن أنا بعتقد العملية يعني زي طلال أبو غزالي مثلا رافع دعوة على بنك فرنسا في لبنان وله ودائع هناك. لكن هل تفيد هاي الأنواع من القضايا في وضع يعني دولي شائك بالنسبة للبنان؟ يعني هذا الموضوع كبير زي ما حكيت واللي بتأثر فيه يعني دولة بحالها وكل المستثمرين وكل المودعين هناك والقرار قرار يعني أخذته جمعية المصارف بأنه والبنك المركزي بأنه وضع قيود على التحويلات اللي بتصير بالخارج. لكن أنا بعتقد القوانين تحمي المودعين في مؤسسة ضمان ودائع في حالة إفلاس أحد البنوك بتعوض. إحنا بنحكي هون ولا؟ لا بنحكي هناك. هناك في المفروض إنه. لا واضح إنه ما فيش فلوس لا بضمان الودائع ولا بالمصارف ولا حتى بالخزانة. ما بقدر أجزم أنا ما عندي أي معلومة على موضوع إنه. لا واضح من كلام الدكتور اللي تفضل نعم. إنه يعني خسائر مصرف لبنان 50 مليار. دولار لفروقات دعم لأنه طبعا هو بدعم يقدم دعم رقم كبير جدا دعم للمواد الغذائية يعني إنقاذ لبنان يحتاج إلى يعني مبالغ طائلة جدا جدا لا شك. هي تبدأ العملية شوف العملية متداخلة يعني تتجاوز موضوع الأزمة الاقتصادية ومالية إلى مواضيع طيب أخرى. أنا لفت انتباهي الضيف لشغلة إنه المتضررين مش بس هم المودعين حتى المواطن اللي مش مودع طبعا. يعني كيف اقتصاديا ممكن الوضع هي. صعب جدا من ناحية إنه أول شيء في عنا تراجع كبير في الاستيراد يعني قدرة الدولة على الاستيراد ما فيش تمويل لأنه ما في تمويل وبالتالي فاتورة الاستيراد يعني ضعيفة جدا حتى في ظل الدعم اللي بقدمه البنك المركزي قدم دعم لفترة معينة لكن هو كمان بده يحتفظ بجزء من الاحتياطيات حتى يستطيع بالحد الأدنى يدافع عن سعر مرتفعة وفي موجة تضخم عالمي في شح في بعض السلع الأساسية والغذائية وبالتالي هذا كله بيتأثر فيه المواطن. في عنا كمان زاد الأزمة كمان جائحة كورونا وبالتالي بدناش ندخل احنا في جائحة كورونا لكن كله عمل كساد اقتصادي تراجع في بطالة مرتفعة في فقر مرتفع وبالتالي كل هذا بفاقم الأمر. طب دكتور في بنوك أردنية تعمل في لبنان نعم
يعني اعتقد وضعها في منأى عن عما يحصل. يعني في البنك العربي له هناك في بنوك البنك العربي اعتقد فقط البنك الاهلي يمكن ما في عندهم كان فرع. هو في منأى عن هاي مش بس نطمن نحكي للناس احنا انه في منأى عن هاي الازمه. يعني هو هذا البنك اذا كان هو ضمن سلسله البنوك العامله في لبنان يفترض انه البنك بيعمل ضمن مجموعه البنك العربي، وبالتالي البنك العربي اكيد راح ياخذ مخصصات لهيك مخاطر بحيث انه يصير في تعويض. ودائع الاردنيين اذا كان لهم ودائع وحتى اللبنانيين في البنك العربي في لبنان ما اعتقد ما يعني راح تكون حجمها صغير وراح يكون في لها مخصصات. نعم ولم تمس لانه يعني في مأمن ويعمل بشكل حصيف اعتقد ذلك، مع انه بيخضع على يعني قيود رقابه البنك المركزي لكن هو مجموعه حصيفه ويعني قادره على ان تؤمن نفسها في اسواق يعني متشعبه يعني احنا ما بدنا ندخل بهاي الجزئيه لانه المشكله اكبر في لا تتعلق في بنك ولا لا تتعلق في فرع بنك اردني في لبنان. هي مثل كره التلج وبس. يعني انت كخبير ايش الافق، شو المطلوب من المجتمع الدولي حتى ينقذ لبنان؟ سيوله ايش استثمارات؟ شوف جزء من المشكله جزء مشكله سياسيه لا شك. وبالتالي عدم وجود حكومه في لبنان هذا اكبر المعضلات. كيف بدنا ندير احنا الدوله في ظل انه ما في حكومه؟ ما فيش حكومه الان يعني صحيح. غير مشكله يعني الضمان الاولى وجود الحكومه اكيد يعني غير الحكومة موجود يعني وجود محافظ بنك مركزي او حاكم في مصرف بنك وحتى مركزي. الحاكم عليه يعني عليه زي ما سمعنا عليه كثير تساؤلات ولغط يعني احنا لانه ما استطاع انه يعني يتنبأ بالازمه مبكرا يعني زي ما حكيت لك القضيه متداخله يعني البنك قضية المركزي قضيه دوله مش قضيه بنك قضيه مركزي. كبيره وسياسيه وانتقلت الى أنا أصبحت قضية اقتصادية ومعضلة ومالية وسياسية نعم. أيضا معي طبعا برحب بضيفي الثاني من لبنان الخبير والباحث الاقتصادي البروفيسور جاسم حجاءة. مساء الخير دكتور. ألو مساء الخير دكتور. دكتور جاسم معي الاتصال يا شباب. دكتور جاسم معنا مش معنا سامعني؟ على أي حال عابل يجهز الضيف الآخر من لبنان وهو الدكتور البروفيسور جاسم حجاءة خبير وباحث اقتصادي أيضا. يعني هناك آراء تقول لا ودائع المودعين في لبنان لا زالت موجودة لكنها يعني ذهبت. بدي أتحول بالسؤال إلى ضيفي جهز اسمح لي. فضل. دكتور جاسم مساء الخير. بروفيسور جاسم مساء الخير. ألو ما جهز الاتصال شباب. ألو إلى أن يأتي الاتصال. سألتك رجعت لك بالسؤال. نعم سيدي تفضل سؤالك. هناك من يقول أنه ودائع موجودة نعم. لكن ما بدهم الشيء يفرجوا عنها الآن لحاجتهم الباسة إلى السيولة ولا يريدون أن يلبوا طلبات المودعين في سحب بدليل أنه هو بيسمح بقدر معين كل شهر من يعني قوت يومه مثل ما بحكي للمودع أنه يسحب. طيب مدام موجودة على الأقل ودائع اللي أجوا على لبنان وأخذوا المخاطرة ودعموا الاقتصاد اللبناني مش بس فقط من الأردنيين أنا بحكي أيضا من العرب أكيد يعني في على الأقل يعني حقوق الغير لبنان داخل لبنان بحلوا هم مشكلتهم مشكلة مودعيهم بالإطار المحلي. لكن إيش ذنب المودعين غير اللبنانيين اللي ذهبوا إلى لبنان دعموا الاقتصاد اللبناني أودعوا استثمروا و ليش هدول مثلا ما يتم منحهم ودعمهم؟ شوف عادة البنك لما بيجي مودع بيفتح حساب عنده سواء كان هذا المواطن أو مستثمر من الخارج بيكون في اتفاقية يعني بوقع مع البنك وبتصير عملية تعامل زيها زي أي وديعة
للمواطن المحلي. نعم. في ظل ظروف زي هيك صعبة جدا، يعني يفترض أو خلينا نحكي من المحبذ إنه يصير في إبداء يعني نوع من المرونة في التعامل مع العملات أو خلينا نحكي المودعين الأجانب والمودعين غير اللبنانيين فيها. يجب أن يكون هناك مرونة، في مرونة وإبداء حسن نية بالضبط لتطمينهم. نعم. معي بروفيسور بروفيسور جاسم حجاء معي على الهاتف. شباب ألو، مساء الخير دكتور بروفيسور. ألو على ما تكونش مشكلة كهرباء دكتور. ألو سامعني؟ ألو ألو، يبدو في صعوبة في استطلاع. أعان الله لبنان وشعبه العزيز، بصراحة يعني أفق مسدود، الوضع يعني صعب، ونأمل أن لا يكون مسدود فعلا كما يبدو. نعم. والأردن يعني زي ما أنت حكيت له علاقات طيبة، إن شاء الله أنه العلاقات الطيبة هاي تساعد. أنا بعرف أنه جلالة الملك كان مهتم جدا في عرض المشكلة اللبنانية في الولايات المتحدة مع الرئيس بايدن في الزيارة التاريخية، وكان هناك اتفاق وتوافق على عقد مؤتمر باريس برعاية أمريكية، وأمريكا دخلت على الخط بجوز بقوة لأول مرة على الملف اللبناني، لم تكن معنية، كانت باريس فقط هي المعنية. ولكن طبعا ما بنقدر نفصل الخيوط السياسية عن الخيوط الاقتصادية في لبنان، لا شك. ومشكلة يعني مد الأردن للكهرباء للبنان واضحة، مقاصدها إغاثة لبنان من 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 هاي المشكلة، وإن شاء الله إنه يعني تعود الأضواء إلى بيروت الساحرة ولا تنقطع أبدا. معي دكتور بروفيسور جاسم، معي مساء الخير. إيه أنا معك، مساء الخير، كيف حالك؟ الحمد لله. تحية لك ولضيفك وللمشاهدين، وشكرا على دعوتك. أشكرك. أنا قبل أن ندخل إلى صلب الموضوع بدي تعطيني إطلالة سريعة على أزمة المصارف اللبنانية اليوم، أبديت يعني إلى أين وصلت، وأي أفاق يعني الحلول المطروحة والأفكار لي على الأقل نشوف ضوء في نهاية النفق. سيد الكريم، حضرتك بس تروح تحط مبلغ من المال، رح نفترض 100 دينار حطيتهم بقلب المصرف، هذا 100 دينار المصرف ما بيخليها عنده، بيخلي 10% منها كاش والبقوي بيروح بوظفه. نعم. المصارف اللبنانية كل 100 دولار انحطت فيها ضل في عنا 15 دولار منها موجود، البقوي كله موظف. هلأ في قسم من هذه الأموال أقرضته المصارف للدولة اللبنانية يلي وقفت عن دفع الأموال. نعم. ولكن هذا الأمر لا يعني أنه المصارف انكسرت اللبنانية، ولا يعني أنه المصارف صارت في حال مثل ما بقولوا تعثر. المشكلة أنه وقت اللي أعلنت حكومة الرئيس حسان دياب وقف دفع سندات اليورو بونز، الناس يعني صار شو فيها تسحب مصاري من المصارف اللبنانية، ما عادت تقصر. المشكلة أنه ما مع السيولة الكافية لحتى تلبي كل الطلبات. نعم. وبالتالي نحن بنعتقد أنه الوضع رح يضل مجمد مثل ما هو على ما هو عليه إلى حين تشكيل الحكومة لحتى يكون في أفق سياسية. لا. لأنه سيد الكريم، إذا من هال100 دولار يلي المودع حطها بالمصرف اللبناني، إذا في 25 دولار كان مدينن لإلي مثلا أشتري سيارة، هال25 دولار ما بيقدر يعطيها للصحابة إلا تأنا ردله هالمبلغ تسد. صحيح. هالمبلغ. صحيح. وبالتالي في أفق سياسية معينة لازم تنحط. لا يمكن لبلد أعلن إفلاس وعن غير وجه حق، أنا أعتقد هذا رأيي الشخصي، يعني أنا أعتقد أنه الحكومة اللبنانية أخطأت يوم أعلنت وقف دفع سندات اليورو بونز، يعني اللي هن سندات خزيني بالدولار الأمريكي. نعم. بغض النظر عن كل شيء، لأنه لبنان لم يفلس، لبنان لم يفلس، يعني كان ممكن ترجع لخيار الجدولة. نعم. يعني مثل ما بقولوا بمضي فيه على يعني بالعشرة بمضي فيه أنه ما في عنا يعني أزمة تعثر حقيقة، عنا أزمة سيولة.
نعم، يعني كان ممكن الحكومة تلجأ للجدولة كخيار مش لوقف السداد مثلا. سيدي ما هذا اللي نعرض عليه، يعني نحن خايفين انه يكون في ابعاد سياسية خلف هذا الاعلان، وبالتالي يعني انا لا اتحدث بالسياسة للأسف، ولكن لم يكن هناك من مبرر اقتصادي. نعم انا ما بعرف اذا سمعت الضيف السابق من لبنان ايضا، يعني هو حكى بصراحة انه هاي مؤامرة لإيصال لبنان، دكتور إلي طبعا كان معي قبلك، انه هاي مؤامرة لوصفها على حد وصفه لإيصال لبنان الى ما وصل اليه ولا اهداف سياسية، طبعا نفس النتيجة. لكن سؤالي انا، طب اين كان مصرف لبنان من هاي التداعيات؟ لماذا لم يطلق انذارات مبكرة؟ لماذا لم يأخذ الترتيبات؟ لماذا لم يوازن بين الاقتراض المحلي والاقتراض الدولي؟ يعني بتعرف كل الدول بتضع نسب يعني المصارف المركزية او سيدي الكريم. نعم حضرتك بسؤالك الكريم عم تعطي مصرف لبنان دور أكبر من الدور اللي أعطاه إياه القانون اللبناني. نعم. قانون النقد والتسليف الذي أنشئ بموجبه مصرف لبنان وأعطاه مهام واضحة لم يعطه الحق بالتدخل بدين الدولة. لا لا أنا ما بحكي عن دين الدولة، أنا بحكي عن استدانة الدولة من البنوك، لأنه هو مسؤول عن البنوك حتى، وبالتالي حتى مسؤول عن مخاطر البنوك. لي. نعم إذا فضل. بتسمح لي فضل. ليش قلت لك أن القضية معقدة جدا؟ أنا فهمت عليك. نعم. حتى في مجال المراقبة سحب منه هذه المهمة وأعطاها للجنة اسمها لجنة الرقابة على المصارف، وهذه اللجنة هي صحيح بقلب مصرف لبنان، ولكن أعضاء اللجنة معينين من الحكومة مباشرة وعندهم مرجعيات سياسية. وأنا بمقالاتي انتقدت على الصوت العالي هذه اللجنة بالقول يا جماعة الخير، عملية التركيز بالاستثمار مدينة بكل دول العالم، كيف سمحتوا للمصارف يكون في عندها نسبة تركيز على دين الدولة؟ يعني لا. استثمرت أو أقرضت الدولة اللبنانية كميات بتتخطى النسب المعمول فيها عالميا، واللي بتشكل شيء بنسميه البست براكتسز. نعم نعم نعم. عمليا يعني هذا بدك تعرف سيد الكريم مدى تدخل السياسي على هذا الصعيد. صحيح، بس انا في سؤال اخر يمكن لفت انتباهي، لماذا البنوك اللبنانية اليوم ترفض قبول ودائع الشركات عندما تؤسس شركة جديدة؟ هي بحاجة للسيولة، يعني تؤسس شركة جديدة أو استثمار جديد مثلا إذا كان هناك، ترفض أي الودائع، ترفض أن تستلم هذه الودائع. صحيح. لماذا؟ صحيح. يعني هي بحاجة للسيولة، أنت تقول أنا بحاجة للسيولة لتلبي مطالب المدعين أو مطالب أو التزاماتها. تفضل سيدي الكريم، المصارف اللبنانية بتخاف تزيد نسبة التزاماتها بالعملة الصعبة، وذلك نظرا لأنه ما في أفق سياسي، يعني ما في حل سياسي، وبالتالي نحن بنعرف أنه هناك حصرية للقرار الاقتصادي معطى للحكومة. بغياب الحكومة لا يوجد أي أفق، وبالتالي بتخاف من الالتزامات. لبل أكثر من ذلك سيدي الكريم، إذا بتعطي تشيك مصرفي لحدا بالعملة الصعبة ما بتاخدوا البنك، ما بياخدوا البنك. نعم. لأنه خايفين يزيدوا التزاماتهم بالعملة الصعبة فقط لا غير. نعم نعم. طب برأيك هل كان السماح للمصارف اللبنانية بمنح أسعار فائدة عالية جدا يعني مبالغ فيها، يعني كل الخبراء متفقين أنه مبالغ فيها على الدولار، هل كان هذا يعني مبرر؟ سيدي الكريم أنا لا أعتقد أنه كان مبالغ فيها. بتعرف حضرتك سيدي كيف تحدد، كيف يحدد سعر الفائدة؟ سعر الفائدة يحدد على أساس نقطتين أو عاملين، أولا ما يسمى بالتصنيف الائتماني. نعم. التصنيف الائتماني اللي هو مثل علامة، بتحط علامة على 10 بتقول هذه الدولة قادرة ترد أو قادرة مش ترد أو إلى حد معين، يعني في درجات، في ثلاث ثلاث شركات أو وكالات تصنيف عالمية مشهورة اللي هن موديز، ستاندرد بولز، أند فيتش. نعم. وهو الثلاث وكالات
بصنف الدول. الدول اللي مثلنا يعني اللي كانت مصر وتركيا ولبنان، نحن كلبنان كنا نعطي فايدة على الدولار أقل من هاو الدولتين الآخر يعني مصر وتركيا. وبالتالي ما بعرف على أي أساس عم نقول إنه عم نعطي. بعد في أيضا معيار آخر، ب97 لبنان أعطى فوائد على سندات الخزينة 43%. يعني هذا الأمر ما فينا نقول بالمطلق إنه الفوائد عالية نسبة للدول أخرى. إيه نعم، لما بتشوف بالولايات المتحدة الأمريكية الدولار عليه الفايدة أقل من 0.5%، وبلبنان 20%، إيه هون بتصير تقول إنه والله الفايدة عالية. ولكن بالمطلق إذا في عندي معيار التصنيف الائتماني، لا، هذا الحديث غير دقيق. تاني عامل بيأثر بتحديد سعر الفوائد هو العرض والطلب. يعني لبنان بسنة 2015 من بعد ما جلبوا المصارف اللبنانية دولارات كثيرة على لبنان من الخارج انخفضت الفايدة، ولكن بسنة 2019 يعني من بعد ما كان في العديد من البلوكاج السياسي وهزات سياسية وعدم القدرة على تشكيل حكومات وإلى ما هنالك، حقيقة يعني زاد العرض على سندات الخزينة، صاروا اللي حامل سندات مش عارف كيف بده يتخلص منها. لذلك طلبوا أو بالأحرى هذا اللي بيسموه required interest rates، يعني اللي مطلوب بالسوق أنك تعلي الفوائد، وبالتالي علية الفوائد. نعم، نعم. لهذه النسب. طب دكتور بروفيسور، آخر سؤال أنا ما بدي أطيل عليك. بتعرف هو القصة قضية لا تتعلق فقط بودائع اللبنانيين، أيضا هناك ودائع. صحيح. عرب وجانب، ومنهم ودائع أردنيين، ونحن نتحدث عن ودائع كبيرة. طب ودائع من الأردن، نعم. ودائع من العراق، ودائع، نعم، من، نعم، سوريا. يعني نعم. إيش مصير هاي الودائع؟ يعني هاي موجودة ولا مش موجودة؟ نعم. بدي أخبرك شغلي سيدي الكريم، فضل. وهذه لازم يعرفوها كل المودعين، وخصوصا بما أنه نحن على التلفزيون الأردني يعرفوها المشاهدين الأردنيين. نعم. بحسب القانون اللبناني الملكية الخاصة مقدسة، هناك قدسية للملكية الخاصة، لا يمكن لأي مصرف لبناني أنه يأكل وديعة أو شقفة من وديعة على مودع. يعني لا يمكن. بس اليوم بروفيسور بتحويلها بسعر الصرف السائد إلى الليرة، طب ما هي بصفي ربع المبلغ المودع. نعم سيدي الكريم، بس تفرض على حدا يحولها، يعني مسيت له بملكيته. طب انا يعني انا في ملاحظه، يعني خليني بس اكفي الفكره وبرجع خليك تسالني اذا تريد. تفضل. فاذا الالتزام مطلق، وحتى اذا صوت مجلس النواب اللبناني على اقتطاع من الودائع للمودعين، هذا الأمر يسقط أمام مقدمة الدستور، لأنه بمقدمة الدستور الفقرة واو يلي هي أعلى شيء بهيكلية القوانين، لا يمكن المس بالملكية الخاصة. صحيح. بس أنا عندي ملاحظة. تفضل. إذا اليوم بدنا نلاقي حل، أنا عم بحكي عن حالي، خليني أقول إني أنا مودع. إذا هلا بدي أروح أطلب المصاري، بحسب القانون اللبناني بيقول له للمصرف اعطيه الوديعة تبعولته، يعني انت مرخم تعطيه الوديعة، بيقول له المصرف انا ما معيش دولارات كفاية اعطيه. شو بيقول له؟ بيقول له طيب اعطيه المقابل تبعوله بالليرة اللبنانية. المشكلة انه بالليرة اللبنانية، نعم، هون اللي عم بيصير في اختلاف على سعر الصرف. سعر الصرف بالسوق السوداء عالي، وسعر السوق اللي سعر الصرف اللي معتمدته المصارف منوش مع سعر السوق السوداء، فإذا في مشكلة قانونية. ولكن إذا أنا ما طلبت وديعتي
وتركتها بالدولار لا يمكن لا للمصرف ولا للدولة اللبنانية انه تاكل فرنك على مودة. طب انا مستحيل. عندي بس انا قبل ما اختم معك عندي ملاحظة وسؤال. الان انا وردتني معلومة، لما واحد بروح على بنك في لبنان بده كشف حساب على سبيل المثال، ما بيعطوه هاي الخدمة الا يوقع تعهد بانه ما يطالب، لا يطالب بتحويل مالي بالعملة الصعبة، وأن يقبل بأن يتم منحه جزء من المطالبة المالية بالليرة اللبنانية، يعني الألف دولار القانون. الألف دولار بصفه عن طريقك بمرع هالرسالة في بمصرف لبنان، لجنة الرقابة على المصارف، وحدة حماية المستهلك. نعم. رقم التليفون على لبنان 01. بس هاي تعليمات البنك المركزي، هو بيكون مكتوب بهذا التعهد. لا لا لا. بناء لا على تعليمات مصرف لبنان المركزي. سيدي البنك المركزي لا يتدخل فيهم هذه. أنا بودي لك. ممارسات من المصارف وهذه الممارسات. أنا تحت الهواء بودي لك الكتاب هذا. أنا راح أقول لك سيدي، بهذا الكتاب يمكنك إدانة المصرف، المصرف لا يحق له. لا يمكن أنك تمضيه على شيء. الآن وأنت بتحكي معي راح يوصلك على هاتفك نص الكتاب الرسمي اللي أنا بحكي لك عنه على أي حال. طيب أنت أنا ماذا؟ سيدي أتشرف أني أرجع أحكي مع حضرتك من بعد ما أقرأ الكتاب بمقالب بالي أخرى. ولكن إذا بتسمح لي وصل هالرسالة. تفضل. كل مودع لا يجب أن يقبل أنه يوقع على مستند لمصرف على أي تعهد أو على أي شيء. هذه الأموال حق للمودع، بده يدفعون المصرف بعملة الوديعة ولآخر قرش. وهذه القصة قصة. هاي الكتاب وصلك على تليفونك؟ الكتاب وصلك على تليفونك؟ أنا شفتها سيد الكريم. أنت ولكن بس أنا بدي سيد الكريم، وحدة حماية المستهلك لجنة الرقابة على المصارف. نعم نعم. بدت لحق لها والمصارف ولا ممتاز. يمكن أشكرك. أشكرك بس أنا سؤال أخير، أنت إذا أنا كأني فهمت أنك تنصح المودعين خاصة من خارج لبنان بأنه يصبروا ويبقوا على ودائعهم بالدولار وألا يتكبدوا خسائر، هيك؟ أنا أعتقد سيدي هذه، لأنه بتعرف على طول حضرتك بتعرف المفاجآت على الصعيد السياسي. نعم. إذا اعتبرنا أنه الوضع السياسي بده يضل يمكن فترة وبس بدها ترجع طرق الأمور، أكيد هذه الودايع مقدسة ترجع مثل ما هي. أشكرك دكتور جاسم حجاءة، كنت معي من لبنان. شكرا بروفيسور. شكرا لك دكتور عدلي، شو تعليقك؟ يعني في كلام كثير، في نقاط كثير. يعني أنا بعجالة مع كل التقدير والاحترام يعني للدكتور جاسم، في نقاط كثير قد لا أتفق معه فيها. في موضوع مثلا تحديد سعر الفائدة، أنه هل مرتفع ولا مش مرتفع، شيء طبيعي إذا تقارن مع دول تانية. ويحدد عادة طبعا بمؤشرات محلية ومحلات مؤشرات داخل خارجية، لكن يعني ما بدي أدخل أنا بتفاصيل هاي. صح القانون بيحمي، القانون والدستور بيحمي، لكن في ظل الأوضاع الحالية وإحنا أنا ما بدي أحكي أكثر من هيك وأدخل في مواضيع خارج إطار الإطار الاقتصادي والمالي. الأمور صعبة. يعني شو بدنا نحكي للمودع اللي استثمر جزء أو كبير من أمواله في وديعة بإحدى البنوك اللبنانية وبيعتاش عليها هو وعنده بيعتاش على الودائع في أردنيين بيعيش على نعم بيعيش عليها في أردنيين بيعتاشوا على الفائدة. هاي اللي بحكيه. يعني أنا إنه ناس أودعت على أساس إنه في عائد جيد وصار هذا الظرف، وهو إيش يعمل، إيش بده، كيف بده يحمي هذا القانون وكيف بده يحمي الدستور نفسه اللي تفضل فيه دكتور. طبعا مع كل التقدير والاحترام اللي تفضل فيه للدستور اللبناني والقوانين اللبنانية، لكن إحنا بظرف حالي كثير من المودعين بيطلبوا ودائعهم، بده يسحب، بده يصرف، بده ياخذ الايرادات تاعته اللي بتجي بتحقق له. مش عم بيحقق، مش عم اصل المال مش موجود. كيف واحنا زي ما ذكر يعني هي الاصل اين الايرادات ستكون الاصل يعني. زي ما ذكرت في مقدمه البرنامج انا
بأنه المشكلة في البداية كانت مشكلة اقتراض حكومة من المصارف. نصف الأموال اللي أقرضتها البنوك كانت للخزينة، سندات خزينة. نعم. وبالتالي الخزينة يعني فلست، الحكومة مفلسة، ما فيش عندها إيرادات بسبب يعني ضعف الإيرادات، جمارك ودنيا وإيرادات وضريبة وإلى آخره وإلى آخره، في يعني أسباب كثيرة لضعف الإيرادات، أدى إلى انتقلت الأزمة من أزمة مالية عامة إلى أزمة مصارف، لأنه البنوك مش عم بتسد، مش عم تأخذ برضو البنوك بقرض الحكومة أكثر من اللازم. نعم، هاي اللي بحكيه. يعني بالبداية حكينا بأنه نصف القروض اللي مقدميتها البنوك هي عبارة عن سندات خزينة للحكومة. فبالتالي صار انتقلت إلى مشكلة سيولة. مشكلة سيولة، والاقتصاد اللبناني يعتمد على العملات الأجنبية بالمناسبة أكثر من 70-80%. الله يعين لبنان. أشكرك دكتور عدلي ضيفي في الاستوديو، كما أشكر دكتور جاسم حجاء بروفيسور كان معي من لبنان، وأيضا الخبير المصرفي الدكتور إلزوين كان أيضا معي عبر اتصال هاتف لبنان. دمتم برعاية الله، وللقاء في حلقة جديدة.